ميرفت خليل رئيس الاتحاد العام للمسؤولين في الخارج في المملكة المتحدة والمتحدثة الرسمية في أوروبا وعضوة في الاتحاد للجاليات المصرية في أوروبا. الاتحاد موجود في معظم دول العالم. أهداف الاتحاد الاعتناء بالمصريين في الخارج، تقديم الاستشارات لهم والمساعدات اللي احنا بنقدر عليها طبعاً. ازاي مجلس الشيوخ هيبتدي يتعامل مع هذه المشاكل وايه المشاكل اللي هتبقى مطروحه عندهم، ولو في اي حاجه يعني فيها نقص او كذا فاحنا هنضطر ان احنا طبعا نتدخل او ان احنا نطرح عليهم للمرشحين بتوعنا ان هم يناقشوا المشاكل دي مع مجلس النواب. خطوه رائعه جدا من الدوله ان هي تبتدي تتعامل مع الموقف سواء داخل مصر او خارجها، يعني خارجها هي التزمت بالدول بره وملتزمين بيه فكان الاقتراع عن طريق البريد. داخل مصر هيبقى في كل اللجان الانتخابيه تباعد اجتماعي و و و زي ما مذكور طبعا على جميع الصحف وجميع المواقع. بالنسبه لنا في الخارج الموضوع له وجهين، وجه حسن جدا وواجه يعني احنا لسه مش عارفين هيحصل فيه ايه بالظبط. الوجه الحسن جدا ان هو يعني في دول كثيرة جدا من العالم احنا عندنا مقر واحد للقنصلية او السفارة في عادة في العاصمة، يعني انا هتكلم عندي في انجلترا احنا عندنا مقر للسفارة في العاصمة لندن مش موجود في اي مكان تاني، فكان اي حد بيحب يشترك في الانتخابات او في تعديلات دستورية او فكان لازم بيجي ممكن 6 ساعات سفر او 7 ساعات او 8 ساعات، فان تبقى الانتخابات متوفرة من خلال البريد دي حاجة جميلة جدا. قابلتنا مشكلتين، مشكلة طبعا ان في فئة مجتمعية ما عندهمش فكرة ازاي يدخلوا اونلاين وازاي يسجلوا وازاي يحطوا بياناتهم، احنا خدنا على عاتقنا طبعا ان احنا بنساعد الناس وبنسجل معاهم وبناخدهم خطوه خطوه، ولو هم كبار في السن احنا ممكن ناخد الظرف منهم ونرسله احنا بنفسنا شخصيا، فدي ما كانش فيها مشكله. طبعا في ناس وصلوا لنا وفي ناس ما وصلوا لناش. الحاجه اللي انا احب اضيفها فعلا ان انا اشجع كل مصري ان هو ينزل يدلي بصوته، لأن صوتهم أمانة وصوتهم مهم وده مستقبل بلد.